مرحبا بكم معايا ونهاركم مبروك ان شاء الله خوتي اخواتاتي، وتكونوا كامل بخير ومهنيين. اليوم عندنا واحد الوصفه تاع الكروكي رائع رائع جدا، اليوم نتمنى تجربوه وتنجحوا فيه، اللي هو سهل التحضير ومن المكونات تاعو عندنا في البيت نتاعنا. لهذا اللي ينجح فيه ان شاء الله نطلب منه برك يدعي لي اليوم بالشفاء العاجل للام ديالي اللي راهي مريضه، راهي في المستشفى. هذه هي الظروف اللي كانت حاكمتني الاسبوع هذا كامل، ما كنتش في الدار ديالي، ما حطيت والو. تعرفوا يعني الانسان ما مقلقه، هذه هي. وجزاكم الله خير وربي يجيب الشفاء كامل للامهات والمرضى كامل في كل مكان. الكروكي هذا تاعنا راه واش نقول لكم، راه قديم تاع زمان، ما غيرنا فيه ولا شيء، وش هو يجي رائع. الوصفه هذه هي عندنا 6 حبات بيض، عندنا 5 حبات بيض كاملين وحبه صفار بيض. عندي هنايا ربع لتر تاع الزيت، اللي هو كاس تاع الزيت بنفس الكاس اللي هو كاس تاع السكر. عندي 2 مغارف تاع الاكل اللي هي نشا مايزينا. عندي لوزاست دو سيترون، يعني هذا اختيار، يعني نحب ندير فيه، وواحدة لافاني، وواحدة خميرة يعني تاع 10 غرام، والفارينة عندي كيلو، ولكن ما نقدرش نحط على حساب البيض اسكو تدخلنا قل ولا اكثر. هذه هي المكونات تاعنا. بسم الله نحطوا الزيت تاعنا اللي هي كاس تاع الزيت معمر اللي هو 4 لتر، ونحط معاه السكر. بسم الله هذه هي، ونضربوا. هو الكروكي تاعنا هذا حنايا نخدموه باليد، يعني تقليدي كيما نقولوا تاع بكري نخدموه باليد، لكن اليوم انايا لظروف ما راني واش نقول لكم، كل واحد كيفاش يحب يخدمو. انا حابه نطلع هذا السكر مع الزيت بالباتور، ومن بعد نحطوا البيض حبه مورا حبه، يعني بشويه غير بالعقل نحطوا البيض تاعنا. بسم الله كيما شفتوا راني طلعته، ما حبيتش على باش ما نخليش عليكم الحس تاع الباتر، طلعته مليح، خلطته مليح مليح حتى داب السكر مع الزيت. ودرك عاود نحطو البيض بالحبه حتى نكملوه كامل. خلطنا البيض تاعنا كامل كيما راكم تشوفوا مليح مليح، ما على حساب الحس، ما حبيتش نوري لكم برك، انا راني خلطته مليح حتى تبدل اللون تاعو. لهذا كيما راكم تشوفوا ولا داير كامل الرغوه. عندي هاد لوزاست، عندي لافاني. لافاني كيما قلت لكم اختياريه، واللي حاب يديرها هي عندنا هاد لامايزينا 2 مغارف تاع الاكل، ونضيفو الفارينة تاعنا كيما قلت لكم كلش ساهل بسهل. نحطو الخميرة تاعنا اللي هي 10 غرام، نخلطو الفارينة غير بشويه، ومن بعد نستعملو يدينا باش نعرفو القوام تاع هذا الكروكي اللي قلت لكم عليه، اللي باش يجي خفيف ويجي شباب، اللي لازم علينا العجينه تاعه ما تكونش ناشفه يابسه وما تكونش جاريه بزاف، تكون تلصق، يعني باش نخدموا بها مع باش نسلكوا العجينه هذيك لازم نديروا شويه تاع الزيت ندهنوا به يدينا، لازمش تكون ناشفه، تكون تلصق. هذا هو الكروكي تاعنا اللي يجي شباب، الا كانت العجينه ناشفه ما يجينا
يعني يابس. راح نخلط شويه ومن بعد نستعمل يدي. كما ما قلت لكمش في الاول، كي كنت ندرب في البيض حطيت رشه تاع الملح، كنت نسيت ما حطيتهاش في الاول. والفارينه تاعنا ما نعجنوهاش، غير نخلطو كما راكم تشوفوا، تشبه كيما نكونو نديرو في الموسكوتشو هكذاك في الاول، ومن بعد نستعملو يدينا، يعني ما نعجنوهاش غير نخلطو برك باش ما تنعجنش، تقعد خفيفه غير هكذا حتى تحكمنا. درك نبنى شويه نستعمل اليد تاعي باش نعرف القوام تاعها. العجينه تاعنا تاع كيما راكم تشوفوا راهي تلصق، هذا هو اللي كيما قلت لكم، يعني تلصق لكم كيما هكذا، هذه هي اللي تكون ناجحه. يعني وما ديروهاش جاريه بزاف باسكو راها تروح لكم كامل عاود في السنيوه، ما تجيش طالعه بزاف. هذا هو القوام تاعها. درك نسلكوها بالزيت كما قلت لكم، يعني الزيت ها هي عندنا شويه لهنايا، نمسحوا يدينا بالزيت. انا دوك نقسمها على اثنين، هذه هي دائما نستعملوا بالزيت. بسم الله نشكلو كيما راكم تشوفوا، حربوش طويل. عندنا السنيوه تاعنا، السنيوه راني حطيت لها هاد بابي كويسون، والسنيوه كيما تكونش تلصق لك يعني ما فيها، دهنيها برك بالزيت سقمناه كامل كيما راكم تشوفوا، بسطناه هكذا بهاد لاكوبات هادي، عدلناه ما خليناش الحواف تاعه زايدين. ودوك رايحين ندهنوه. انا عندي هنايا حبه تاع البيض، ودرت قهوه تاع سريعه ذوبان اللي هي نسكافي، وشويه تاع الحليب. انا نحب هاد اللون هذا، وكل واحد واش يبغي الذوق تاع الحاجه اللي يبغيها. انا رايحه نطلي كامل الوجه تاع العجينه هذه، ونخليها تنشف المره الاولى، ونعاود لها المره الثانيه باش يجيني هذاك اللون اللي انا حباته، يجي غامق هكذا. دوك نخليه كامل ينشف المره الاولى ونعاود له، يعني وحتى مره واحده وتكفي. غير انا نحب هذاك اللون الغامق هذا مكان، هاني حب هاني نخليه حتى ينشف شويه هكذا. وراني رايحه نشعل الفرن تاعي باش يسخن، ونولي عاود ندهن المره الزوجه بالخليط هذا تاع البيض. العجينه تاعنا خليتها حتى نشفت كامل، عاودت لها المره الثانيه طليتها بالبيض اللي كان باقي لي. درك نزينوها شويه بالفرشيطه تاعنا، بسم الله، وندخلها للفرن تاعي اللي راه سخون. نمسحوا الفرشيطه مره على مره، ومن بعد كي يطيب لنا من تحت نخرجوه، نحمروه شويه من الفوق ونخرجوه باش نخليوه تاني عاود يبرد شويه باش نقصوه. هذه هي، فوتوا عليه كامل يعني غير التزيين برك. من بعد ما زيناه بالفرشيطه كما راكم تشوفوا، رايحه ندخله في الفرن اللي راه سخون. الفرن راه سخون بزاف، لكن رايحه درك نقصلو، نخلي النار تاعه تكون متوسطه. هذه هي يطيب من تحت، ونزيدو نطيبوه شويه من الفوق، ونخرجوه نخليوه يبرد واحد شويه، ونقطعوه باش ما يتفتتناش. كما قلت لكم الكروكي هذا راه يجي يتفتت. الكروكي تاعنا كما شفتوا راه طاب من التحت، وزدت شعلت له من الفوق شويه، خرجته راني طفيت الفرن تاعي راه طافي.
لان رايح نقصو. انا خليته برد شويه لهنايا في السنيوه هذه كما قلت لكم، راه جا يتفتت. جيت غير نتوشي فيه كما راكم تشوفوا راه يتفتت. بسم الله نحيو الاولى هذه، من بعد هنا نتحكموا في الحجم اللي رحنا حابين كما راكم تشوفوا. درك نخليوه من زوج جهات تاع الجناب تاعه باش نحمروه. غير هكذا حتى نكملوه بالموس، تكون يقطع يعني ولا هو الاحسن باش تقطعوه كما هكذا بالمنشار. راح نكملو كامل كما راكم تشوفوا، كامل قطعناه. نقلبوه على الجناب تاعه باش يحمر. رايحين نحمروه من الجهتين من زوج جوايه ونشوفوه ان شاء الله في صحن التقديم الى كتب ربي. كما راكم تشوفوا الكروكي تاعنا راهو واجد كما راكم تشوفوا، طاب جا هايل جا روعه. ها هو الكروكي تاعنا، حمرناه من الجهتين، الطياب ديالو هذا هو، والمذاق تاعو على بالي روعه. راكم تشوفوا كيفاش، هذا هو الكروكي تاعنا جا روعه. شوفوا من الفوق من الداخل يجي طري، ومن الفوق يجي مقرمش يجي روعه. هذا هو الكروكي تاعنا، ان شاء الله تجربوه ونحطوه مع هذه القهوه والحليب كما راكم تشوفوا. هذا هو الكروكي تاعنا، نقول لكم كامل اللي جربوه ان شاء الله بالصحه والهنا عليه، ونتمنى ان شاء الله تجربوه وبسلام عليكم ان شاء الله.